بروك ذا جينيس ريكورد. 20 مليون دولار تكلفة حفل زفاف هندي وبتنظيم لبناني. بس تبني هيك مساحة أول شي بيخطر لبالك أنه حرام تنفلت. عندك الجرأة تصرح بالرقم قد ايه كان؟ More than 20 مليون دولار. المبلغ الضخم ده هو مش سعر قطعة مجوهرات أو منزل فخم، هو تكلفة أحد الأعراس اللي حصلت في الهند من حوالي شهر، وتولى تنفيذه وتنظيمه الأرتست اللبناني محمد غياض وشركته لامارياك. تقتنع. اليوم بس شوف انت هيدا الديزاين، انا بالنسبه لي ما بسميه فرح. It's evolution in design. It's a mix between art architecture using futuristic approach and urbanism. بس تجمع كل هول بالنسبه لي بيصير ماستر بيس. وده اقل وصف ممكن نقوله. فمين كان بيقول ان الارض دي تتحول لفينيو بالسحر والابهار ده؟ أنا بس بدي أفهم شغلي، كيف هيك قطعة أرض حولتها لمدينة؟ منه شيء سهل أبداً تحول مساحة 122 ألف قدم بالهند لهيدا الشيء. الكونسبت كان من البداية شيء ما منشاف من قبل، فلهذا السبب رحنا أنه شيء مش شايفينه قبل فيوتشر، ممكن بعد 10-15 سنة نشوفه. ديزاين اتسلف كان متافيرس، شيء بتشوفه بعالم افتراضي منه موجود، وعشان كده احتاج تحضير حفل الزفاف ده وقت طويل. كان تشالنج كتير كبير، أخذ من وقتنا 3 شهور production on site every day وسنة تحضير. فمن بعد هيدا الشغل كله ممكن تقدر توصل لهيدا النتيجة اللي شفتوها. وفعلا إذا دخلنا في التفاصيل، الزفاف ده مش شبه غيره من ولا ناحية، فغير إنه بياخد الحضور لعالم خيالي، يمكن كانت أول مرة نشوف حفل زفاف هندي بيتضمن كمية ورد قليلة. مثل ما بتعرف هالكالتشر كتير بحبوا الورد، والحضارة اللي موجودة هون كانت صعب انت تفكر كيف تخليهم يتقبلوا فيوتشرستيك ديزاين. عم تخلي العالم تروح لعالم تاني، ما عم تغير لها فكره. اليوم انت عم تفوت على سيتي، من لما كانوا عم بفوتوا الضيوف من الاول كانوا عم بفوتوا على اميرسيف اكسبيرينس، عم بفوتوا على عالم خيالي. فمن غير شك نقدر نعتبر الحفل ده من الاهم السنه دي، فضم عدد كبير من نجوم الصف الاول في بوليوود اللي قدموا بيرفورمنس زي ستيبن بن، مانيش بول، ايوشمان خورانا، فرحان اختار، اكشاي كومار، وسلمان خان. هيدي مش دايما بتشوفها بمحل ما، يمكن بتشوفها بحدث عالمي مثل كان فيستيفال او ايفن وورد كاب او شيء. ومش بس كده، فكان للزفاف ده حصه في موسوعه جينيس للارقام القياسيه. بروك ذا جينيس ريكورد وذ ذا بيجست سكرين ايفر هابند، 26 متر هايت وذ 120. فهيدا الارتفاع عاده يعني عم تحكي اتس بيلدينج، فالناس كمان بس عم تفوت على مكان عم بتشوف ستيج هالقد عالي، ما عم تركز على التفاصيل الصغيره اللي عم يشوفوا شيء مش شايفينه بحياتهم. واكيد كلكم بتسالوا نفس السؤال احمد، شو صار بالمكان بالفانيو اللي بنيتوه؟ بس تبني هيك مساحه اول شيء بيخطر لبالك انه حرام تنفك، لانه ات كان بي فيوتشر سيتي. بس هيدا جماله كمان انه انت اليوم عم تخليه بالذكرى انه عمرت هيدا الشيء ورجعت خفيته ورجع المكان مثل ما كان بالاول. سو هيدي الجرأه كمان وهيدا القوه انه اتس ا ون نايت بس رح تضل ذكرى وانسبيريشن لكثير ناس. يعني ضل المكان موجود؟ من ثاني نهار كل شيء انفك، اخذ تقريبا بحدود التو ويكس رجعنا المكان مثل ما كان من قبل. واذا رجعنا اشهر لورا كان لمحمد لمسه خاصه في فيفا وورلد كاب اللي حصلت في قطر. شو عملت بالستاديوم كمان؟ بس تحكي عن 8 ستاديوم بالفيفا اوبننج فاينل ستاديوم، تو ديزاين صاله كبار الشخصيات من وصولهم لدخولهم لجوا للاكسبيرينس للمنصات كلياتها، كمان هذا كان اكسبيرينس كثير مهمه وحدث بتوقع مش كل يوم بيصير واي شخص بيتمنى يكون موجود فيه. I'm very proud to be part of it to be honest. هي دخلت قصص عربيه، كيف طلعت براسك هاي الفكره؟ لك مثل ما بتعرف التصور لل الورد كاب انه هيدا ببلد عربي، ففي تراديشن بدك تحافظ عليها وبدك تخلي كل الناس اللي عم تيجي لبرا تشوف التراث الخليجي اللي كان موجود. فلهذا السبب كان كل ملعب له تراث معين. اليوم بس كان الاوبننج بالبيت كانت كل كبار الشخصيات بدها تفوت على اللاونج تشوف التراث العربي. كنا كثير عم نركز على لكجري ان افري ديتيل لكل السليبرتيز اللي اجوا والرؤساء الدول كلها.